الانتخابات وانطلقت الافراس على بركه الله تعالى الانتاج المحلي 3 سنوات في شوطنا الثاني على جائزه ابراهيم بن عبد الرحمن بن محيذيف رحمه الله من اهالي الرياض واحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلاله المغفور له باذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه في محاوله من الافراس الخروج من هذه الفئه فئه الافراس التي لم تربح. وكما نشاهد الان وارده العز في المقدمه مع محاولات من وكيد الان في المركز الثاني واردة العز تحاول في المركز الأول وكذلك وكيد تحاول الدخول هنا للجوهر الغالية في المركز الأول تراجع لواردة العز المركز الثاني الدخول من الخارج الآن في محاولة من وكيد للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز لاختطاف المركز الأول والابتعاد عن هذه الفئة. لا زالت المنافسة بين الثلاثي واردة العز والجوهر الغالية ووكيدة في هذه اللحظات مع الاقتراب من المنعطف الأخير وكيدة ابنة التسق تتقدم في هذا الشوط وفي هذه اللحظة بداية الخط المستقيم وكيدة لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز تتقدم بكل قوة بقيادة كاميلو سبينا في الشوط الثاني في محاولة كذلك الانتزاع المركز الأول في الشوط الثاني كما فعلت أختها وعايد في المركز الأول في الشوط الأول ما شاء الله تبارك الله التقدم بكل قوة وكاميلو سبينا كذلك يحصد المركز الأول في الشوط الثاني للإسطبل الأبيض.